طيبين. بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بأحر التحاني والتبريكات إلى كل الشعب التشادي على رأسهم رئيس الجمهورية وحرمي سيدة البلاد الأولى وإلى كل التشاديين المقيمين داخل وخارج البلاد. السادة المشاهدين، نتمنى ربنا يرفع وباء فيروس كورونا من البلاد وخاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك. المشاهدين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحلى الليالي، وزي ما تابعتوا معنا خلال فترة شهر رمضان المبارك حلقات متعددة من برنامج أحلى الليالي، اليوم يكون عندنا حلقة خاصة للعيد، والحلقة كمان نفس البرنامج أحلى الليالي وفقرات متنوعة، كوكتيل تلقوا فقرة مع الشعر وتلقوا فقرة مع الغناء وأيضا فقرة مع الجاليات. متابعة سعيدة. وكل عام انتم بخير يا سلام، كل سنة انتم طيبين يا سلام، مبروك العيد. وكل سنة انتم طيبين يا سلام، وكل عام انتم بخير يا سلام، كل سنة انتم طيبين يا سلام، وكل عام انتم بخير يا سلام، مبروك العيد. وكل سنة انتم طيبين يا سلام، وكل عام انتم بخير يا سلام، مبروك العيد. ذكرت ناس البلد، خالاتي أفحاتي عماتي، هم بالعيد السعيد فرحانين يا سلام، وكل عام انتم بخير يا سلام، كل عام انتم طيبين يا سلام، مبروك العيد. هم بالعيد السعيد فرحانين يا سلام، وكل عام انتم بخير يا سلام، وكل سنة انتم طيبين يا سلام، مبروك العيد. أحلي رفقاني أخواني أخواتي عماتي حبوباتي خالاتي خالاتي عنايتي أبوتي خالتي
أمتي هم بالعيد السعيد فرحانين يا سلام وكل سنة انتو طيبين يا سلام وكل عام انتم بخير يا سلام مبروك العيد وكل سنة انتو طيبين يا سلام وكل عام انتم بخير يا سلام اي كل سنة انتو طيبين يا سلام وكل عام انتم بخير يا سلام وكل سنة انتو طيبين يا سلام وكل عام انتم بخير يا سلام اي كل سنة انتو طيبين يا سلام مبروك العيد هذا الجمال المشرق المجد يونع والفضيلة تورق ألقي إليك تحية لك تحفة إن التحية بالزعيم الأليق تبا لجسم لا يكافي روحه تبا لجسم لا يكافي روحه فالرخش زينه لا سواه الرونق إدريس ديبي كيف أدرك كنهه لفري زمان تقلد المتحقق وسقى المعاهد والمنازل ديمة يجري لطيف نسيمه ويفتق طوبى طوبى لآية في الرياض تمايلت ومغردات بالغنى تتفوق عشرون أعواما تليها تسعة فاحت شذاها ثم طيبا تعبق تلك الجوارح بالفؤاد سعيدة ما دام بالنور الزكي تعلق بعد اليباس تشادنا بعد اليباس تشادنا رطبة فكسى الأنام جميلها وتألق فأنا المواطنة التي أفديك روحي ما سيفديك القريب الأعشق تاهت حروفي كلما أبصرتنا جادت سما كف تهب وتشفق فلقد ورثت محبة من حبة قد أنبتت سبع السنابل تعبق في كل سنبلة مئات حبة والصخر من فيض الحنايا ترقرق ولئن أزف قصيدة لك حرمة فهي البياض مسومات تسبق يا أيها القوم السعادة قسمة يحزى بها من بالعدالة ينطق حبي يقين والقلوب شواهد والعين عبرى والحروف تصدق والعين عبرى والحروف تصدق بالمناسبة أنا إيتا لفطر المبارك بفرصة لليوم نجينا نقدم تاهيدنا للإيت نقول مبروك الإيد لكل الشعب نتشاد الداخل والبرة ونلمن العافية والسلامة في بلد نتشاد ونكتر بتانا لأسمى شنو الدعوات نشول الفاتحة ونسوء الصدقات بالكامل لكلام الله يجيب لنا العافية وجميعا كمان الله يرفع البلد ينزل الشفاء في شعر هنا قايدين فوقه في شان عنينا الارتيست ذات الدايرين العافي بالعافية حتى نقدروا نفكر ونلقوا وقت نقدموا الشيء الكثير العافي كان ما فيه الامراض كان فيه ما نقدروا نخدمه ما نقدروا نسوي شيء ده بفرصة جي نرفع يدينا لله الله يجيب لنا العافية وقلت كل شعب تشادي الداخل والبر كل دايما وافقين معنا وتشجونا نقول لكم شكرا والله ينتهينا الامر لنقدروا نسوي شيء كثير ونجوب العافيه في بلدنا مبروك الايد كل عام وانتم بالخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم جيناكم بفيديو جديد من إخوة والإخوات الجادين حول العالم. يقول لكم مبروك العيد، كل سنة وأنتم بخير، صحة والسلام، تعود الأيام، اللهم يرفع البلاء وينزل الشفاء، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهسه نمشي نشوفوا فيديو عن الإخوة والإخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني تشادين الغارين في تشاد داخل والغارين برا. نقول لكم عيد فطر مبارك، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأي واحد قال لي أنت أنا مرادة، وإن شاء الله نشوف تشاد حقنا في من الدول المتقدمة والمساهمة كمان. Bonsoir chers compatriotes, à l'occasion du fête du Ramadan, je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite sur tous les plans. Et qu'Allah le Tout-Puissant accepte nos prières et exauce nos doigts. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة العيد الفطر المبارك أقدم لكم أحلى التهاني والعماني. أسأل الله من عد العيد الفضيل وتوى الشهر الفضيل والفقيد أن يمدكم بعمر مديد، جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر. إن شاء الله صياما مقبولا أدام الله علينا وعليكم وألبسكم تقواه نورا. عيدكم سعيد. Bonjour à toutes et à tous. Je saisis l'occasion pour souhaiter une très bonne fête de Ramadan à tous les musulmans sans exception. Mes meilleurs vœux et que Dieu le Tout-Puissant exauce nos vœux, accepte nos prières et nous fasse assister l'année prochaine, Inch'Allah, et qu'il fasse en sorte que cette pandémie qui fait un fléau dans le monde entier puisse disparaître. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Salam alaikum. En cette occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr, j'aimerais vous souhaiter une bonne et une joyeuse fête et que le bon Dieu nous accepte nos vœux et qu'il nous guide sur les bons chemins et qu'il nous apporte la santé et la paix du cœur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. À l'occasion de l'Aïd al-Fitr Mubarak, je vous souhaite bonne fête au nom de tous les étudiants italiens résidents en Russie et à mon nom propre. Que Dieu accepte nos prières et exauce nos péchés et qu'il nous aide à éradiquer cette pandémie de la planète. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم، مبروك العيد، كل سنه وانتم طيبين، صحه وسلامه، اللهم يقبل صيامنا وقيامنا، الله يرفع البلاء وينزل الشفاء في حول العالم وفي التشاب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اريد ان اهنئكم بمناسبه عيد الفطر المبارك. تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله تكون صحة وعافية، ربنا يرفع عنا المصايب، يجعل بلدنا آمنا مستقرا إن شاء الله، تكون سنة سعادة ومليئة بالخيرات إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. مبروك العيد لكم تشادية. Я поздравляю всех жителей Республики Чад и весь мир с праздником رمضان بايرام. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، كل عام والأمة الإسلامية بخير، كل عام والأمة الشادية بخير. عيد مبارك à tous les musulmans du monde, en particulier ceux du Tchad. Que Dieu accepte notre Ramadan et exauce nos prières. Je vous souhaite la santé. السلام عليكم ورحمه الله. وفي هذا اليوم العظيم نطلب من الله ان يدينا العافيه والصحه والسلامه، ونقول لكم مبروك العيد، كل عام وانتم بالف خير، الله يحقق امانينا ويطول امورنا. وفي هذا اليوم العظيم نسال الله كمان ان يجيب العافيه والسلامة والأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب. بمناسبة عيد الفطر المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ويرفع هذه البلاء وأن يختمنا رمضان القادم. وأتلو منكم السماء وأقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. Communauté musulmane célèbre cette année la fête de fin de Ramadan dans une situation pandémique particulièrement difficile. C'est la raison pour laquelle je demande à tous les fidèles musulmans de respecter toutes les mesures prises par le gouvernement. J'aimerais vous souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane, qu'Allah accepte notre jeûne du Ramadan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. عيد مبارك على جميع إخوة والأخوات التشاديين والتشاديات اللي في داخل التشاد واللي في الخارج، وعلى جميع أمة الإسلامية. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله، وأتمنى لكم عيدا سعيدا، بس خليكم في البيت. مع السلامة. J'aimerais souhaiter à tous mes chers frères et sœurs musulmans du monde entier Mabrouk al-Eid Asima, que Allah exauce notre prière en durant le Ramadan, que Allah nous éloigne de la pandémie mortelle le coronavirus. Assalamu alaikum, Mabrouk al-Eid. الليلة فرحتك يا أفش دار الجدود دار السلطنة والملوك. الليلة فرحتي يا أبش دار الجنود دار السلطنة فرحتي تشد دار الجدود دار السلطنة والملوك.
الدنيا الليلة فرحتي أبش دار الجدود دار السلطنة والملوك بالتلاقي ويضم مشتاقا إلى مشتاق متى الأيام تسمح بالتلاقي وتجمع شملنا بعد الفراق سكن بغلبي سكون ليس في أجم حتى تغير حالي صرت أقترف ما كنت قبلك في العشاق منتصبا ولا عرفت بأني عاشق دنف وحظي بالتي سكنت روحي عتابا ينغض والود باقي أصدقائي رحلوا وقلبي معهم بين الرحيل يسارع بالساقي والله ما زارونا في جمينا مرة إلا وقفت لهم على الأحداق وجدت في وطني تشاد كنزا باقي زادتني إلى بلدي ومدارس أشواقي وعلى رحيلي وبعدي عنهم جرت الجفون بدمعها المحراقي قسما قسما أيها المعلمون بفضلكم علينا أنتم نوفي لكم بالأحد والميثاق فلكم مني تحية ممزولة على الأزهار تشادي بلا ندب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والكل نقول لكم مبروك الإيد وكل سنة وانتم طيبين والأفو جميع التشادين الداخل والبرة كل نقول لكم السماء ونقول إن شاء الله السنة دي تكون لنا سنة إن عافية سنة إن تقدم سنة إن كل التشادين والوضع الجانة ده الله يمرق من بلدنا ونسأل الله يساعدنا
ونادم الغني الضعيف كله نقول له يعيش بالصحة والسلامة. وبالتالي نقول علينا كلنا التشاهدين نقوم سوا ونتكاتف ونقود بكان وايد عشان نحارب المرض الجلينا ده عشان نمرقوا من بلدنا. ان شاء الله كان بدعاء بالصدقات بشنو بالنظافة، ونقول كلام الحكومة ونحطه في عقلنا ونخدمه معهم والمرض ده كل يوم يمرق مننا. وكل نقول لكم مبروك العيد والأفو جميعا. كل عام وانتم بخير بالصحة والعافية. معاكم الأخت حجة إسيلة محمد مكي من المملكة العربية السعودية. سلمت عليكم كثير التشاهدين والتشاهديات كافة، في الخارج، في عاصمة جمينة، في كل مكان. سلمت عليكم تحياتي عليكم، وندي تحياتي لأولادي هناك في تشاد. أول شيء أشكر وأدي تحياتي لأمي العزيزة الجميلة حليمة خميس، وأدي تحياتي لبناتي حليمة عبد الرحمن، ولبنتي خديجة حسين، ولولدي محمد عبد الرحمن. أقول لهم كل عام وأنتم بخير وربنا يجمعنا بالصحة والسلامة يا رب. وأدي تحياتي لإخواني الصغار، لأختي العزيزة الحبيبة تخوة محمد مكي وزينب محمد مكي ونجمة محمد مكي. وأدي تحياتي لمحمد مكي محمد مكي المعروف بجدو جلسة بيتي حقي. تحياتي لهم وأخوي السخير عبدالله محمد مكي المعروف بأستاذ كشنة. وأدي تحياتي لولد أختي عبد الله سعيد، ولتاهر النور، وبنت أختي بنتي أحمد. كل تحياتي لكم. السلام عليكم يا أخواني الشاديين، القادم داخل والقادم برا، نسلم عليكم كثير ونشكر التلفزيون الجادي، نشكركم كثير. معكم أخوكم حسن عمر حسن من ليبيا. يا جماعة تبقوا قراراتكم إن شاء الله، يا جماعة تبقوا قراراتكم إن شاء الله، يا جماعة المزيد عليكم قراراتكم تبقوا، يا جماعة أصلوا جنبوا بالصابون، يا جماعة لازم يا جماعة تشوفوا قرار وتلحقون، يا جماعة حتى نينا قالين تو قالين في دولة تانية كانوا شروا قرار معكم، حتى انتوا قلوا شروا قرار وتلحقون بالله لكم يا جماعة. السلام عليكم ومبروك عليك كمان لكل تشادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسن محمد إبراهيم من جمهورية غابون. أيها المشاهدين الكرام، لكم مني ألف تحية سلام، وتحياتي لبرنامج أحلى ليالي وشعراء التشادين الذين يقدمون الثقافة التشادية، وهذا شيء جميل جدا. وبهذه المناسبة أقول لإخواني التشاديين لاتباع كل الأساليب والتوصية لكي نحارب لهذا المرض الكورونا من تشاد إن شاء الله. ورمضان المبارك علينا وعليكم، نصوم على الخير ونفطر على الخير. وفي الختام لكم مني جزيل الشكر، كل عام وأنتم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل كل شيء أهني جميع الإخوة التشاديين والتشاديات يعني بمناسبة العيد
الفيد المبارك، نقول لكم كل عام وأنتم بخير. وأيضا يعني ما ننسى الأخ الكريم عبد الله جابر وكل الفنانين والممثلين اللي متعونا بمناسبة شهر رمضان المبارك في برنامج أحلى رمضانيات أو أحلى ليالي في رمضان. وأيضا أزف أجمل تحياتي لكل من الفنان أبا صالح وعبد الناصر وعيساوي وجميع الممثلين. وأيضا لا أنسى أسرتي وجميع الأسر التشادية. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير، كيفكم أخواني كاديين؟ كيفكم قايدين أخي؟ الحمد لله. أخبركم؟ ما شاء الله الحمد لله، الله يبارك ما شاء الله. كيفكم قايدين أخي؟ أي نادم كاديين شكرت وسلمت كثير. ما ننسى عبد الناصر فناني، شكرته كثير وسلمته كثير. أنا أخذكم أي شيء عبد الله من الدوالة. قايدين عافية الحمد لله، الله يرفع البلاء ينصر الشفاء السماء. يقول مساء الخير كل اللي يتشاد السماء السماء السماء. الله يهدرنا سنة آخر، الله يهدرنا سنة آخر، الله يرفع البلاء ينصر الشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بس ليالي، معكم دهية محمد إدريس، ونقول مبروك عيد للجميع، ومبروك إلى سابي في جميعنا وحواليها، مبروك إلى سابي في جلندن وحواليها، مبروك إلى سابي في ملكو وبنغور، ومبروك إلى سابي في كيلو وحواليها، مبروك إلى سابي في كمورا في بيبيجا وحواليها، مبروك إلى سابي في إيسار وحواليها، مبروك إلى سابي في متمان وحواليها، في المشروع في المدودن. وما ننسى كل أصحابي القاري في كوبا برصاص وحواليها، أصحابي القاري في جواخين وحواليها، في مرير كمدي وحواليها، في جيزات الكبيرة وفي جيزات أمدخون وهلالات. وما ننسى كل أصحابي الإتابونا من بشي وحواليها، وأصحابي القاري في مونغو في بيتكين ومساجد وحواليها. وما ننسى كل أصحابي القاري في غابون إلياس وموسى. وما ننسى كل أصحابي القاري في كامورون حوا وأخوتا وإيالا. وما ننسى كل حورون وأخيانا وإيالا. وما ننسى كل أصحابي القاري في فرنسا وأمريكا. ومنصة أصحابي القرية تابونا من السعودية ومن السودان ومعنا هنا في ليبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعود الأيام بإذن الله. معكم دهية محمد إدريس من ليبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معكم أحمد عبد الكريم جدة أحمد عبد الكريم جدة والسال من الجالية التشادية بالمملكة العربية السعودية من جدة. أرحب ببرنامج أحلى الليالي وأشكرهم جزيل الشكر الذي يضمون فيه، ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرفع مننا هذا الوباء الفتاك فيروس كورونا. اللهم يتقبل مننا الصيام والقيام ويجيب لنا العافية في بلادنا. ونشكر رئيس الجمهورية بالاحترازات التي الشامل عقدها لنا لضد فيروس كورونا. اللهم يرفع من بلادنا خاصة ومن بلاد العجمة عامة يا رب. ونقول لهم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونصبر بالشيء الحاصل وبكل شيء، والعيد كل الناس السنة صابرين عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير، وعيد فطر مبارك علينا وعليكم بالعافية. مبروك العيد عيد سعيد، مبروك العيد عيد سعيد، مبروك العيد عيد سعيد، كل سنة وأنتم طيبين. ده مبروك العيد عيد سعيد، مبروك العيد عيد سعيد، مبروك العيد عيد سعيد، كل سنة وأنتم طيبين. هيا الزعلان منك أمشي سامي، الزعلان منك أمشي سامي.
تبقي على فرقهم مبروك العيد عيد سعيد مبروك العيد عيد سعيد مبروك العيد عيد سعيد كل سنة وأنتم طيبين الزمان فكروا مبروك العيد عيد سعيد مبروك العيد عيد سعيد مبروك العيد عيد سعيد كل سنة وأنتم طيبين عشان الله سوي خيرات الآخر عشان الله سوي أجرك تلقى مكان الله ربي مبروك العيد عيد سعيد مبروك العيد عيد سعيد مبروك العيد عيد سعيد كل عام وأنتم طيبين مبروك العيد عيد سعيد مبروك
سنة كل سنة هيدا كل سنة هيدا كل سنة هاي كل سنة كل سنة هيدا كل سنة كل سنة ده كله اللي كله هيدا كله سنة كل كل سنة ده مبروك العيد عيد سعيد مبروك العيد عيد سعيد كل سنة فأنتم بخير. تشاد أهل تشاد بلد الأجداد والأبهات 60 سنة تاريخ الاستقلال بلدنا تشاد في أمن وأمان 30 سنة نستنى الدكتاتورية والشعب عايش في ديمقراطية فجر وعشية بلا كلام بلدنا تشاد بلد السلام المواطنين عندنا المحنة ومتوحدين للوطن أنا فرحان في بلدي مرتفع أصلتي ونتمنى المزيد لوطني Mon pays, ma patrie, ma joie de vivre avec mes chers amis. Balad le Tchad, balad le Sakhaf ou Turas, balad le Saro ou Haywanat, balad l'agriculture ou l'élevage. Ma fiche est Mugasir Khalas, indien la police, pays maïta Shab, Lil ou Nahar, indien le militaire ou Dubad, d'adil le Difal balad le Khalas. Ma fiche Khouf, ma fiche Barjal, l'icharou Koumarijal l'Amn ou balad le Tchad fi Amni ou Amani. Pays de Toumaï. برسو دي الإمانيتي نتمنى لك البي فجر وعشي فرحانين بثقافتنا الهلوة متمتئين بتراثنا الدائمة من أبش الوارة لإبن ليب أنا برندت وبيولي وأكلنا إيج بملكة ولاي مستحيل لنخلو ثقافتنا مستحيل لنخلو ثقافتنا من سلامات للبطة لإبن مانوكارة وأكلنا وفي جيرة لإبن أبجسيس وأكلنا ملكة مرنجة أنينا ما متاجين لثقافة تانية في بول كلنا سوا لابن الجيتا وفي هجر لميس فرينا بالسمخة أنينا ثقافتنا ما بايسي ولا مقصرة تعالوا شوفوا شيل شيل المحنة وخلوا بالكم ما كيدي قران في شمالنا لمونا في دار بلالة ولابن دانس كوكوما وفي جنوبنا لابن ساي لحد بالصفارة ما لنا خلوا ثقافتنا ما لنا نسوا ثقافتنا لبسنا الكابتاني ربطنا الكودمون ولابن السيدقة من دار زخاوة فرحانين بثقافتنا وتراثنا الدائمة تليل مع البنات في مهجر التالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول لكل الشادين والشاديات كل عام وأنتم بخير. أتمنى هذا العام يكون عاما مليئا بالخير وتزدهر به بلدي وتكون في القمة. وأرجو من جميع المواطنين النساء والرجال الالتزام بالقوانين اللازمة من أجل تجنب ذاك الفيروس القاتل. وكل عام وأنتم بخير والتشاد في القمة. شادي بلا ندم مني إليكم والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الكرام، أيها السادة المشاهدون في قناة تلفزيون الوطن الحبيب وطننا تشاد القادي، أسأل الله أوقاتكم باليمنى والبركة، ونقدم لكم التحية، تحية من أخوكم وولدكم عبد الرحمن ابن عبد الله، مولود تشاد والآن مقيم في ليبيا، لكن أقدم لكم التحية الحارة، تحية 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 2000 تحية عليكم شوية يا أحبابنا.
إما بمناسبة عيد الفطر المبارك نقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. أولا نقدم التهاني على أبويا العزيز، أبويا بالذات الوالد عبد الله يحيى حسنة، وأقدم التحية لجميع أبهاتي فكي أطية بشير وأبوي فكي محمد المرحوم، ربنا يتقبل في ساحات جناته. وكمان كذلك أهني وأبارك على أمي الدبتي السيد بشر طاهر عيسى، وعمتي الكبيرة خديجة، وجميع عمامي وأخوالي وأصحابي وأصدقائي وزملائي اللي في الشغل وزملائي اللي مرافقيني دائما وأبدا. الله وبركاته الإخوة مشاهدين تيلي تشات الفضائية، نشكركم جزيل الشكر ونحيي برنامج أهل الليالي. أنا اسمي ساقة أهمن مقيم في غينيا الاستوائية، نقول مبروك العيد لجميع المشاهدين في الغارب وفي الداخل، ونقول مبروك العيد لأمي، ونقول مبروك العيد لإخواني جميعا، ونقول مبروك العيد لأسرتي جميعا، ونقول مبروك العيد لبرنامج أهل الليالي. ونشكر عبد الله المقدم برنامج أهل الليالي، نشكره جزيل الشكر وتمتعنا به في برنامج أهل الليالي. نشكر الإخوة كل الباركوني والمباركوني إن شاء الله، ونشكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي، ونشكر القوات ونشكره جزيل الشكر، ونقول له يا رئيس الجمهورية مبروك العيد، نحن في وراك إن شاء الله، رفيت رأسنا فوق إن شاء الله، ونحن دائما في وراك. ونشكر جميع الإخوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير طول الأيام. نهنيكم بعيد الفطر المبارك، معكم أخوكم محمد عمر محمد الجالية الجادية من فرنسا. أول تهني لأمي عشي عمر المعروفة بأم السودة، ولأخي الكبير الجدي حسين الجدي، ولأخي الكبير هو وكل أخوي، لكن أنا نشيفة زي أبوي لهذا الشريك السياسي، ولأسرة السياسي الآن كافة، وللأهل الفكات وفي جمينة وفي حجر وفي آتية وفي فلاح وفي بيضة وفي فينغة. تهاني لأخوي وصديقي بحر حسن سليم، ولأخي أبجة، وتهاني لأخوي وصديقي لأسمان محمد أسمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. مقدم البرنامج شكرا لك يا شباب. نقول مبروك العيد لولدي عبد الهادي محمد خاطر في ساعة قوانية، نقول مبروك العيد لولدي سمية محمد خاطر، نقول مبروك العيد لرخية محمد خاطر سمية تدرس في ليسي أورلاني، نقول مبروك العيد لأصحابي الكبيرنا سواء في كلمات يعرفوني بمحمد الفيزان، نقول مبروك العيد لكل أصحابي اللي اشتغلنا سوا في سوق الغلة يعرفوني بمحمد جامايكا تاكسيمان، كلنا سوا نقلنا من موقف شعربين لسوق الغلة وسانفيل. نقول مبروك العيد لصالح فيتا كان دهين صار وزير، كنا لنا سوا في كلب لزافيريس كان رئيسنا حسن جسنبا الله يرحمه. ونقول مبروك العيد لكل أهلي في هنا في السعودية، لزوجتي الجبابية ولبناتي بابية وناتو وبنتي اللي بتصورني كاكاني، وما ننسى الإخوة اللي يعرفوني هنا في كيلو ستة، ولمريم البيلة وهو عرب في كلمك، وما ننسى كل اللي يعرفوني، نقول لهم كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، ولرئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو وحكومته. السلام عليكم تشادين، أخوكم عبد الكريم إبراهيم محمد من كندا. نقول مبروك العيد كل عام وأنتم بخير، ونقول مبروك العيد لأمي عاشي أحمد جوجة، ونقول مبروك العيد لأخواني ولا زوجتي زهورة محمد ولا ولدي بلال ولا أخواني سعاد أحمد المعروف بألونزو ولا علي وإبراهيم وموسى ومحمد إبراهيم المعروف بدي جي بالدو، وكل الشباب والراديو ونامزات بصفة عامة. نقول لكم مبروك العيد لراديو تشات،
وكنت نقول لكم رسبت المزير باريرا باسكي مالادي داغا صراحة هنين دي الناس قبو متزي الجرات رسبت لافي فمو هذي بصابون دونك البصل كاشني و ايفيتي الديستانس كوا ما زول ما تقعد قريب شوية كبعيد منه. ونشكر السيد الجمهورية الرئيس الجمهورية بنفسه ذاته كمشى داوس في البومة ورجع مع ساكرا نقول له مبروك لإيد بصفة عام وزوجته هند دي بلا جران كير ريحت المساكين والناس كلها مرتاحين من حتى نحن في الخارج يعني قاعد نشوفهم مبسوطين كثير وربنا يوفقها في هذا الشغل ونقول مبروك لإيد لجران دي جي عبد الناصر دي جي أنا درواد لهم ونقول له انقل لحقي كله مبروك العيد بصفة عامة ما ننسى واحد وانقل لحقي محمد احمد جوجة المعروف بمحمد بيليه وما ننسى سكرتير جنرال دي ام بيس محمد زينبادة عباس المعروف بزينبادة نقول لكم كلكم سلمتكم وما ننسى العتيلي زهور الشباب في ديجار يا جنب ديجا الليجيون كلكم سلمتكم السلام عليكم باي. وليل كباب راح
شباب راح انا شباب راح يا شباب راح انا 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 شباب راح معاه بغير وما سوى لي شباب راح يا صغير افريقيا ادريس ديبي فارس المغوار ارنيه زبرا مثله يختار لما تصدى للقتال تراكمت اجواء بوكا والسما مدرار ارايت لو نطق الحروب فصاحه قالت به الاخفاء والاظهار واذا تاججت الرحى نيرانها به يستغيث من الهلاك الفار الجو يعرف أنه قطب الرحى والبحر يعرفه كذا الأنهار إن قلت أنك خالد ابن الوليد يوم اللقاء لا الحق لا الإنكار كل الأنام لما بذلت مدائح فلغي ريح والهدى إعسار لولا العفاف لك الغنائم كلها لولا الرجال أقل لك الأبكار فيما سكبت من الجهود كثيرة ضاع العقول وتاهت الأفكار شهد الفضاء إبريس أنك شمسه والنجم العلياء والأقمار والنجم العلياء والأقمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبروك العيد كل عام وأنتم بخير في السنة دي نتمنى الخير والله يبعد مننا الشر ونقول مبروك العيد لكل التشادين القاعدين داخل والقاعدين خارج البلاد نقول مبروك العيد ونتمنى العافية لكل التشادين الله يمرق منا الوباء هسه القايد كورونا فيروس الله يبعد مننا ولكل التشادين خليني تطبق القرار من الحكومة الكلام الحكومة الخليط تقولنا خليط تطبقه وإن شاء الله بفضلنا الله وبفضلنا نئمانا الله الوبر يمر من بلادنا وإن شاء الله ونقول عام سعيد لكل التشاديين عام سعيد لكل التشاديات وإن شاء الله نتمنى السنة الجاية بخير إن شاء الله السيد علينا وعليكم كل عام وانتم بخير يا سلامة كل سنة وانتم طيبين الله يحقق أمانكم ونشكر الكثير البرنامج أحلى الليالي نسلم عليكم كثير معكم فيصل عبد الرحيم عدم من قرية الاستوائية من جالية المدينة القرية الاستوائية نقول لكم العفو والله يحقق أمانكم وكل الناس السخانين في تريتشات نقول لكم العفو ونقول كثير الله يحقق أمانكم وما شاء الله الله يقويكم وتجوا لنا أحسن برنامج ثاني إن شاء الله والله يودي المرض ده برا من تشات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير شعب الشادي جميعا أهنيكم بعيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بألف ألف خير واللي في المملكة العربية السعودية وفي تشاد الأم وجميع أهلنا في تشاد وعلى رأسهم السيد الرئيس إدريس ديبي تنو وبريمير دام هند ديبي تنو جميع أعضاء الحكومة وشعب التشادي عامة أهنيكم بعيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير اللهم ارفع عنا الوباء كورونا من تشاد ومن جميع الأمة يا ذي الجلال والإكرام وأهني ما أنسى أهني جميع عاملين في التلفزيون التشادي من المدير لين آخر واحد في التلفزيون التشادي وأشكركم وأهنيكم بعيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
معكم أخوكم مصطفى من مدينة جينيا إكواتورية. إن شاء الله نهني البرلمان في الرلان، نهني كثير، نشكره ونشكر التلفزيون التشادي ذات، نشكره كثير ونهنيكم كثير. إن شاء الله القوانين دي يطبقوا إن شاء الله هنيك شاد، وربنا يرفع البلد من بلدنا سيها والسلامة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أخوك أخوك محمد في دوالة يقول مبروك الإيد للمدينة العلماء، مبروك الإيد للمسؤول السنتين للمدينة، مبروك الإيد لأقوالي وأقوالي للمدينة، مبروك الإيد لأقوالي وأقوالي بيت دوالة. معكم أخوكم وابنكم نوح عيسى يوسف من أبناء تشات من مواليد أم التيمان ولا السلامات. الله تحياتنا للإخوة كلهم في استشهاد والخارج استشهاد، والإخوة كل الأحباب واللي بيعرفونا وما بيعرفونا كلنا نقول لهم رمضان كريم، ونقول لهم مبروك علينا وعليكم بعيد الفطر المبارك. تحياتنا لكم جميعا، ونتمنى من الله الكريم أن يجمعنا في أسعد وقت وأن يرفع الوباء من البلاد. تحياتي لكم، أبيض من اللبن وأحلى من الأصل، أجمل من الزهور وأحلى من العطور، ويا ريت كل الناس تعرف شعور وإحساس حب الوطن. يا جماعة زي ما أنتم شايفين وسامعين، حافظوا لنا لأنفسنا من هذه الأفراد، وما شاء الله للشعب الجاجي ما قصرتم بهذا القرار، وإن شاء الله نتمنى العافية والسلام على بلدنا الحبيبة من كبير وصغير، إن شاء الله نتمنى لنا العافية دائما. ومعكم أخيكم ياسين صوت الجبري أحمد.
بهني شالوا بوليس جابوا بهني هم يا هجوا كلام هنا لا هجوا كلام سيبه يا هج كلام كلام سهي ببارو والكليب بس بهجوا أنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك نهني كل التشاديين في الداخل وفي الخارج، نقول لكم عيد مبارك علينا وعليكم. الله يقبل مننا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. بهني كل فريق أحلى الليالي، بقول لهم عيد مبارك لكلهم ولأسرتهم. للمصورين بكر إبراهيم، عبد الفتاح آدم دهلوك، محمد إسحاق ورئيس قسم المصورين نانا، نقول لكم كل عام وأنتم بخير. ولفنين الصوت عبد الحادي جبرين، سليمان موسى، وما ننسى رئيس القسم بابا جمادوم وحمزة سنوسي، كلهم نقول لكم عيد مبارك علينا وعليكم. وما ننسى كمان السواقين عمر مكايلة وآدم عبد الله، وما ننسى كل السواقين القضوا معنا، نقول لهم كل عام وأنتم بخير. وكمان ما ننسى كل الفنانين والممثلين والشعراء، وما ننسى المقدم البرنامج عبد الله الجابر عبد بكر، نقول له عيد مبارك علي وعلى أسرته. وما ننسى إدارة العامة للعلماء والإدارة إنتاج والبرامج، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يرفع منا الوباء. السلام عليكم. السادة والسيدات، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لبرنامج أحلى الليالي، ونتمنى أن نلتقي بكم مجددا. ونتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى كل الجاليات التشادية اللي كان ساهمت معنا في البرنامج، ونتمنى أنه يشاركوا معنا في فقرات أو في حلقات قادمة إن شاء الله. ولكل الجاليات اللي ما قدرنا بسينا فيديوهاتهم، لأن الفيديو ما بليق مع البرنامج، يعني فيديو
ما جاي بصورة جيدة. إذا كان الفيديو بصورة جيدة أنا بس كل الفيديوهات، لكن الفيديو ما جاء بصورة عديل، عشان ده ما بسينا فيديوهاتكم. لكن إن شاء الله في الحلقات الجاية يعني إحنا معكم وأنتم معنا تقدروا ترسلوا فيديوهاتكم بصورة جيدة عشان كلكم تقدروا تشاركوا معنا في البرنامج. نشكركم كثير ونشكر كل المشاهدين القادمين بتابعوا معنا خلال شهر رمضان المبارك، ونتمنى لكم المزيد من التقدم والازدحار. وأيضا نختم حديثنا بكلمة لكل الشعب التشادي، كلنا سويا من أجل الوطن، وكلنا معا نحارب وباء فيروس كورونا، ونستمع إلى الإجراءات اللي كان شرطها الحكومة عشان نحارب كلنا سوا وباءنا فيروس كورونا. كل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء.